لو الحكاية فيها إن فيتو. عايز أوجه سؤال للبشمهندس محمود حجازة رئيس الشركة طنطا، وأقول له بشمهندس أنت وعظمك الإدارة المحترمين بتوع الشركة طنطا، عمر أفندي اللي هو من أسوار لمرسى مطروح في جميع المحافظات وأهم مدن المحافظات، وأنت إيه اللي غالي إيدك عن تشغيل عمر أفندي؟ هل خايف من الحجز زي ما بيقولوا ومخوفينك منه؟ احنا من 2011 ومدخلين جوانا الوهم بعدم التشغيل لان ممكن الفروع يتم الحجز عليها. طب من 2011 لحد النهارده ما فيش فرع اتحجز عليه، ليه يا باشمهندس محمود لغى عمليه التشغيل؟ فروعنا من في مواقع متميزة في كل المحافظات وعاصمة المحافظات، أصول المفروض تستغل استغلال جيد. عايز أقول له يا باشمهندس محمود في فرق بين الحجز على الأصل والحجز على المنقول. النهاردة الحجز على الأصل من الصعب جدا جدا تنفيذه، فأنا عايز دفعة وتدي اطمئنان لمجلس إدارة عمر أفندي بالتشغيل ويكون سند قوي وظهر قوي ليهم. دي جزئية بالنسبة للتشغيل. حضرتك بالنسبة لحقوق العمال، هناك قرار مجلس إدارة الشركة القابضة بتاع الجمعية العمومية اللي هو بيمنح مكافأة الميزانية للي هم ساهموا فيها وخرجوا معاش. النهاردة الزبائن اللي خرجوا معاش وما صرفوش مكافأة الميزانيات بحجة إن هم تركوا العمل، واللي ما شاركوش في الميزانيات صرفوا مكافأة الميزانية، وزبائننا اللي ساهموا في السنه الماليه بتاعت وشاركوا فيها حرموا من مكافاه الميزانيه. مع العلم ان في قرار مجلس اداره الشركه القابضه بيقول يمنح اللي تركوا العمل بنسبه ايام تواجدهم حسب تواجدهم خلال السنه الماليه اللي تم منشتها. بالنسبه لحضرتك النهارده في اللائحه بتاعتها بتاع عمر افندي واللي هو بيخرج معاش، المفروض اللائحة بتقول يصرف 4 شهور من رصيد أجازات بدل نقدي، ما بتنفذش الكلام ده. عندنا بروس التأمين الأهلية بيتم الخصم من العاملين، وللأسف الشديد ما بيتورطش شركة التأمين، ده اسمه استيلاء، يعني أقدر أقول إيه؟ أقول استيلاء؟ لا هو مش استيلاء، هو يعني إيه بيسموه في القانون؟ إهدار؟ لا هي تعتبر نصب، هي بلاش مسمى تاني للنصب على العاملين، لان بيخصم قيمه الاقساط والمفروض تورد لشركه التامين، ما بيحصلش، بيخصم قيمه الاقساط وما بيوصلهاش اسمها خيانه امانه، تبديد او خيانه امانه. دي نقطه مهمه جدا وشكرا.